في الفيديو نلاحظ صاروخ تواني فقط بعد الإقلاع، طاح وتشتت للأسف. هذا صاروخ صنع محلي لشخص يدعى مايكل هايوز، عنده 64 عام. هذا المغامر هذا والكاسكادور تأمل بواحد النظرية أن الأرض مسطحة وليست كروية، ويكذب نازا ويكذب الحكومات الأمريكية بأن فعلا الأرض مسطحة. قام بتصنيع الصاروخ بمساعدة أحد أصدقائه، ومشى لواحد المنطقة نائية وبغى يطلع إلى حدود 1500 متر فوق سطح البحر باش ياخذ تصويرات الأرض ويبين للعالم بأن الأرض مسطحة، ولكن للأسف الشديد طاح وتشتت.